عليكم. إلي دون رشيد مفامان فنان أمازيغي شارك حاس اللوحة اللي تمنيت محلق التامينو ملتقى ربيع السلام الأول تحت عنوان أكادي بألوى العالمية. أشكر السي عبد العزيز الساخي اللي فان الفرصة باش نشارك حنا الدوريات إن شاء الله. جا البداية كانت إن شاء الله تي السجاد حي معارض ياضني نتمنى التوفيق تدرتينو المسيرة الفنية إن شاء الله. تهديني محمد فنان تشكيلي من أكادير كنشارك في هذا الملتقى الدولي المتميز بعمل فني لكي يرمز للهوية المغربية بما فيها اللون الأحمر اللي هو الراية المغربية والتضحية ديال الناس الجنود ديالنا باش يناضلوا ضد المستعمر وينالوا الاستقلال. كان هذا هو الموضوع ديال اللوحة ديالي وكنتشرف بأن شاركت في الملتقى الدولي لمدينة أكادير مع فنانين تشكيليين دوليين معروفين من الدول العربية ومن أجانب وشكرا. طبعا أنا الفنان التشكيلي الأردني نذير عوامي رئيس جمعية البلقاء للفنون التشكيلية. من على هذا المنبر أرغب أن أتقدم بكل الشكر والتقدير للفنان التشكيلي عبد الرزاق الساخي الذي يعمل بالظل في تنظيم ملتقى ربيع السلام الدولي الثالث، وبنفس الوقت أتقدم بكل الشكر لاتحاد الفنانين التشكيليين المغاربة ورابطة الصناع التقليديين المغاربة. طبعا نحن اليوم أغادير أضاءت نورا على نور بافتتاح معرض الفنانين معرض ملتقى ربيع السلام الدولي. شكرا. فنانة بشارة فنانة تشكيلية من الناصرة انعزمت على الملتقى من عمان، انعزمت على ملتقى المغرب وكان شرف كبير لي أن أنا أتعرف على فنانين من المغرب وجمال المغرب كثير كثير انبسطت يعني وفخورة أني أنا ألتقي معكم. في هذا الدعم للناس اللي حضروا هذا الملتقى ربيع السلام الدولي الثالث اللي فعلا بمجهودات جبارة حول ملتقى الأكادير وجلسة مجلس الصداعة كما تشرفنا في المملكة العربية السعودية بضيف شرف لهذا الملتقى كما كتشوف هدية للمملكة العربية السعودية كضيف شرف وصفقوا بحرارة المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أنا سعيد بمشاركتي في ملتقى ربيع السلام الدولي كون إني رشحت يعني من قبل اتحاد التشكيلين المغاربة ومشكورين على هذا الترشيح وعلى هذه الدعوة كرئيس للوفد السعودي المشارك في هذا الملتقى. مشاركين معنا في الملتقى هذا قرابة 10 فنانين، الأستاذ عارف المغامدي والأستاذ عبد الله عطار والأستاذ لينا الأمين والأستاذ عادل حسينون وعادل الحاسري وزكريا مدني وخالد الدبياني والفنانة نادية النفيعي. وبصراحة أنا سعيد بهذه المشاركة وهذا اللقاء الجميل وأتمنى أنه يكون ليس أول لقاء أنه تتكرر التعاون بين السعودية ودولة المغرب الشقيق في هذا الجانب اللي هو الفن التشكيل وهو اللون بحيث نعبر به عن ثقافتنا العربية وثقافتنا الإسلامية يجمعنا الكلمة ويجمعنا اللون. وصراحة أنا سعيد بهم وبحفاوتهم وبكرمهم ومشكورين على هذا الجهد المبارك. وأشكر رئيس اتحاد التشكيلين المغاربة الأستاذ عبد الرزاق الساخي على هذا المجهود، وطبعا أشكر جميع من كان خلف الكواليس ومن ساعده في ظهار هذا المعرض الجميل يجمعنا اللون الصافي اللون الدم العربي الأصيل. وكانت مشاركتي في هذا الملتقى هي عبارة عن لوحة تشكيلية. جئت للمغرب لنشارك في ملتقى ربيع السلام 2015 وهذه أحد أعمالي المشارك بها ما يتعلق بأقدم لغة تفنا اللغة الليبية القديمة وتتحدث اللغة على يعني نقوش على رموز على جماليات الأنثى ما يتعلق بالثقافة الأمازيغية وبالثقافة الليبية يعني.
نشتغل على المساحات اللونية ونشتغل على الرموز، يعني بتشكيل بجميع الأنواع يعني، والوقت الرموز هي تشتغل فيها الأنثى الأمازيغية يعني، على الجدار، على نقش البيوت، تلقاها على الزربية، تلقاها يعني في جميع جمالية اللون في الثقافة الأمازيغية، غنية جدا بمفردات، غنية جدا بالألوان، غنية جدا بالطبيعة، تعكس اللوحة نفسها يعني حد ذاتها يعني. احنا دائما نحب نكون كفلسطين حاضرين في المعارض في المغرب، لأن الشعب الوحيد اللي يحب فلسطين، أكثر شعب في العالم المغرب، وأكثر مظاهرات مع الفلسطينيين المغرب. ففي لقاء هرموني بيننا وبين المغرب لا أقدر أفهم السر، لأن شعب عاطفي رقيق شاعري محبوب. ليش؟ لأن اللي وصلني العالمية المغاربة، لأن المغرب في الخارج نشيطين جدا، لكن ومن ولا إشي يعملوا إشي يعني، من غير دعم. المغرب الوحيد بصراحة دعم للفن قليل، وإذا بدعموا بدعموا ناس أقلية، كلهم بتلاقيهم لهم علاقات في الدولة. What do you want me to tell? I'm a professional artist from Holland, and I saw this exposition, so I wanted to see what the Moroccan artists are doing, and I enjoyed it very much. Most of all, I like the figurative style. Abstract is a little bit less, because I by myself do still lifes. But when I see all this, it's very good, and some portraits are very fine. So we enjoyed it very much to be here and to be your guest. Thank you very much. بالنسبة للنظرة كيعطي واحد الجاذبية وكيعطي واحد القيمة مضافة للقطاع الفني والسياحي والاجتماعي والاقتصادي للمغرب. فشكرا لكم ونتمنى لكم النجاح، خاصة أنكم ضيوف أجانب كي معنا، كما كذلك وين نسأل.